أنتوني سعدي، أهلا وسهلا فيك. عازف الطبل الموهوب جدا اللي شفناه هلأ مشاهد من آخر مهرجان شاركت فيه، هو مهرجان جوني. صح. كيف كانت الأجواء مثل ما شفنا؟ صراحة ما كنت متوقع يكون الرياكشن تكون هالقد قوية يعني، وحبيت كثير وتحمست لأكثر يعني، بدي أكثر من هيك، بدي بعد شارك. أنتوني، أنت هي موهبة عندك إياها، درستها يعني، خبرني شوي كيف واحد بيختار هيك آلة. هي يعني بلشت انا وصغير، يعني انا صرت قايلها كذا مره انه في كثير قالوا لي روح على البيانو، روح على آلة موسيقية غير، لا انا بدي الايقاع. لانه وين ما اروح وين ما اجي دائما براسي الايقاع، يعني حتى ايام مثلا بحط ايدي على قلبي بنتبه على التيمبو تبع قلبي، بجرب اخلع اعمل بيت عليه، فالايقاع ماشي بدم اذا بدك. شو حلو من انت وصغير. من انا وصغير. حدا بالعائله بيبدا؟ ولا حدا. ولا حدا. ولا حدا. وبلشت انت تحس انه عندك هيدا السمع للايقاع كثير وللموسيقى على جنب كمان. حلو، درست هالشيء، انت شو دارس؟ انا دارس هندسه ثاني سنه بالجامعه. عم تدرس؟ صح، هندسه سيفيل، والموسيقى عم كهوبي اخذها على جنب، يعني بتسلى هيك من وقت لوقت، هلا بالصيفيه لانه ما في درس وهيك. ايه اكيد، بس كيف بتنمي هيدي الموهبه أنتوني؟ واحد لازم يسمع موسيقى، لازم يتعرف على كذا جانر، يعني مثلا مش بس شرقي يروح على الغربي، مش بس غربي يروح على اللاتين مثلا. حلو. بده حتى لو بده يعزف على الطبله. صح. صح، يعني بدي انا مثلا بحب كثير دخل الطبله بالاجواء مثلا اللاتينيه او اجواء الغربيه، عامل كذا فيديو هيك يعني، وحتى حلو. بالمهرجانات دقت. طيب بدنا نشوف لايف مش فيديو. أوكي. كيف مثلا يلي عم بتقوله هلا بتدخله بالاجواء الغربيه؟ يعني مثلا الايقاع الشرقي، في عنا ايقاعات مثلا المعروفين يعني، هو مثلا مقسوم، بس مثلا اذا انا بدي فوته بالغربه بدي اروح ايقاعات غير، مثلا بصير شيء اسمه يعني تلوين اذا بدك يعني، انا بصير انه مش ماسك ايقاع على القد، بصير انه العب افيات. هيك يعني. حلو. أنتوني، الطبله يعني هي كآله قلت ديك ساعة هيك لها علاقة بنبض القلب، بدق، ما نحن يعني بنصير نفكر انه كيف بتدق الطبلة وقديه نتحمس بس نسمعها وبصير قلبنا يدق معها، هيك بتحس انت وعم تدق؟ اكيد، انا يعني يعني في عالم ما بيفكروا هالشيء، انا بفكروا انه لما دق على آلة موسيقية وخصوصا على آلة ايقاع بدق على شيء، يعني انه انا بضبط الموسيقى، انا ببعث التيمبو، انا بعطيها حياه يعني، غير الميلودي انا اللي يعني بمشيها. تاثرت بحدا من الفنانين بدقوا على الطبله بلبنان؟ في كثير تاثرت فيهم، مثلا استاذ توني عنقا وكذا حدا غير، يعني ما فينا ننسى اسامي. بس يعني بسمع من هون ومن هون ومن هون ومن هون، وبحب يعني باخذ ستيل هيك، باخذ ستيل هيك وبعمل ستيل تبعي. قد ايه بتدق بالنهار مثلا؟ هلا لانه ما عندي جامعه ما عندي شيء، بحدود الساعه ساعتين بالنهار مثلا. بالبيت؟ ايه بالبيت. وجو البيت كيف معك؟ لما بينبسطوا بينبسطوا فيك او انا بنقي الوقت المضبوط لده. ايه طبعا طبعا. المهرجانات ومشاركتك فيها وبعمرك وبهالموهبه الحلوه، يعني بعرف انه صرت مشارك باكثر من مهرجان، قد ايه الناس بتحب الطبله؟ يعني هذا الشيء بتراثنا انه الطبله هي اللي بتخلي العالم ترقص يعني. يعني مش اذا حدا مثلا اجى دق بيانو حيرقص العالم قد ما دق مثلا آلة ايقاع خصوص الطبله او الطبل او هولي يعني. فهيدي بتعطيها انرجي للجمهور. حلو، شو الآلات الايقاعيه اللي هيك بتلبق مع الطبله؟ في عندك آلة الرق يلي العالم بيقولوا له دف، بس في كمان آلة الكاتم،
في بونغوس ودرامز وهول كلهم يعني سوا بيعملوا ارانجمون مرتب كثير حلو. بتحب تدق وحدك سولو او مع هالمجموعه من بحب الاثنين، بحب الاثنين وبحب سوري وبحب لما اكون يعني انا بقلب الباند ويكون في عنا يعني مجموعه اطلع انا بالسولو فرجيهم انه انا شو في اعمل. حلو، كيف عملتها مثلا شي مره خبرنا؟ يعني مثلا بالفرقه بتكونوا مبلشين بدقه يعني معزوفه بالفرقه مثلا بنكون مع فنان بيجي الفنان بيقول لك انه يلا سولو لإليك، بطلع انا بالسولو يعني بصير الالات الغير بيمشوا ايقاع جالس يعني بيضلهم على الباز وانا بصير انه اقسم زياده وولعها. حلو، ولعها تنشوف. سمعنا شيء هيك انت بتحبه كثير والناس تعرف عن جد عن اي موهبه عم نحكي. اوكي يا حلو كثير عن جد كثير حلو انطوني في زقف لك. انطوني يعني وقت بتكون عم تغني مع فنان هلا قلت قبل بشوي بتمشي طبعا بالموسيقى باللحن بتحس حالك اوقات انت بدك تطلع من هالشيء مثل ما هلا عملت دائما بدي احط ماي اون تيست مثل ما بيقولوا دائما يعني بدي اطلع وبدي فرجي انه انا شو في اعمل. شفناك بالفيديو واقف عادة منشوف كنا عازف الطبلة بيقعد صح انت بتفوت واقف شو يعني هذا بيعطيك إلان أكتر بخلي الواحد قدرة. يتحرك وزيادة عن هيك يعبر عن المشاعر تبعه يعني مثلا إذا موسيقى حماسية بصير إنه مثلا في نط معه يعني أنا مش أول واحد بعمل هالشغلة يعني أنت أحسن ما يقولوا إنه أنا عم قلد حدا لا بعرف بس إنه في ناس أكتر منشوفها قاعدة صح هلا عم نشوفك نرجع بهيدا بهيدا الفيديو حتى تعبير يعني لغه الجسد عندك تتاثر بالايقاع اكيد والناس تتفاعل معك اكثر اذا واقف صح لانه اذا قاعد يعني حيضلهم وجه بوجه ويقولوا انه شو عم بيعمل انه خلص يعني انه عم بدق خلص بس اذا انا واقف وعم بتحرك روح واجي ونط واعطيهم يعني احكي على الميكرو معهم انا اصريت انه احكي معهم على الميكرو تيكون في هالانتراكشن يعني غير انه بس عزف كثير حلو هيدا التفاعل على الميكرو مع الناس يعني شو اللي بتقول لهم اياه يعني مثلا في موسيقى وانا بكون هذا الميكس عامله عارف انه هلا الموسيقى بدها تقوى فبقول لهم يلا جهزوا لي حالكم مثلا علوا لي ايديكم بدنا حماس اكثر او مثلا بالاخر مثل ما اخذت التليفون صورت سيلفي انا وياهم تنشوف الجمهور هيك هذا الشيء بحمسهم كثير. انطوني عم تدرس هندسه ومع كل هال يعني بصغر عمرك احتراف مبلش يعني على بكير بتحس انك رح تكمل بهالطريق حد الهندسه شو اللي بيمنع؟ ما في شيء بيمنع بس هي الهارد ورك دائما يعني لانه الهندسه يعني ثقيله كمان بدها شغل اكيد فانا هلا بالصيفيه عم بشتغل على حالي كثير بالموسيقى كرمال انه مثلا لما اصير بالشتويه ووقت الجو الدرس وهيك ما يعني يأثر. ما التهم من الموسيقى كثير مهم هالشيء اللي عم بتقوله لانه اوقات كثير بعض الناس بس هيك يبرعوا بشيء معين بيتركوا الدراسه وبيروحوا انت لا انا لا مش حاتركها برافو دراسه السلاح مع انه كثير مهم يلي عم تعمله مثل ما قلت كموهبه تنميها تشارك اكثر بمهرجانات وبفرق موسيقيه شو النشاطات هلا الجديده بالصيفيه في شيء كثير قريب يمكن جمعه الجاي ان شاء الله خير يعني عم نتاكد بس من اخر ديتيلز يعني ويعني شهر الجاي كمان حيكون كل جمعة شيء نعم المهرجانات السنه كثير حلوه بالصيف مبسوطين بهالموضوع انت من البقاع دقيت بالبقاع لاهل البقاع دقيت بقى بس مش كثير يلا قريبا طالعين كمان مهرجان كثير قوي بالبقاع خير ان شاء الله هلا بعدنا بمهرجانات بيروت ومن ضمن الصيفيه كنت بجوني هلا اخر مره شو كان في بجوني هيك خبرنا شوي عن المهرجان بعده مستمر كان في يعني كيوسكات اكل انيماسيون بس انه انا اكثر شيء اصريت يعني انه انا بس بدي اطلع بدي فرجي العالم مين انا وبدي فرجيهم انه يعني انه انا مش مثل مين ما كان بدق يعني بدي انه فرجيهم انه انطوني سعاده طلع دق حلو حلو بس واحد يقول هيك
مين انا، بدي فرج الناس مين انا، لانه هالقد بتكون واثق انت من حالك. يلا فرجينا أنطوني، يلا سمعنا. يلا كثير أنطوني، برافو. بنعرف انه عازف البيانو بده بحاجه يمرن ايديه كثير، يمرن الاوتار أعصاب. انت عازف الطبله كمان. كمان يعني هيدي الليونه بالاصابع لهم تمرين خاص؟ يعني انا صراحه ما بمرن مزبوط يعني في تمرين خاص، بس على العزف الواحد بيصير يعني مثلا هولي بيصيروا الاصابع لينين اكثر وعم نشتغل عليها اكثر اكثر. برافو. انا بدي اقول لك كل التوفيق أنطوني كتير. برافو. حبيت كيف بتفكر وبتقول مين انا مين انت بالمستقبل. ما بنعرف مين رح بتكون، بس الاكيد رح بتكون شخص مميز ان كنت مهندس او كنت عازف. ويلا يعني جود لك بالصيفيه. ميرسي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي.